عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. يعني الحقيقة إنه مبادرة حياة كريمة كان لها الكثير من الانعكاسات على المواطنين الموجودين في هذه القرى الأكثر احتياجا، لكن مع انطلاق أيضا المشروع القومي الخاص بتنمية قرى الريف، إزاي حضرتك بترى هذه الانعكاسات وتطورها والخطوات السريعة فيها أيضا؟ الحقيقة يا فندم أنه المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة اللي دعا عليها السيد الرئيس ووجه الحكومة نحو تنفيذها هي مبادرة مرحلة طموحة جدا، هي بناء زي ما حضرتك اشرتي على النجاحات اللي تحققت خلال المرحله الاولى على مستوى 375 قريه، فكان توجيه الرئيس ان احنا نطور الريف المصري بالكامل من خلال برنامج طموح لتطوير القرى المصريه ينفذ على مدار 3 سنوات بيستهدف 58% من السكان المصريين وبيستفيد منه اكثر من 4500 قريه يحصل فيهم تطوير شامل بموازنه طبعا غير مسبوقه 515 مليار جنيه، هتغير بشكل كامل وجه الريف في مصر، هتوفر كل الخدمات اللي اهالينا في الريف محتاجينها سواء خدمات البنيه الاساسيه من ميه وصرف صحي وطرق وغاز طبيعي او خدمات التنميه الاجتماعيه زي التعليم والصحه والخدمات الشبابيه وحتى كمان جزء التنميه الاقتصاديه وخلق فرص عمل واخيرا الجوانب اللي بتستهدف الفئات الاولى بالرعايه او التدخلات الحمايه الاجتماعيه مع اهالينا الاولى بالرعايه في هذه القرى. الحقيقه انه يعني احنا منتظرين انه تتم هذه او تنتهي كل هذه المشروعات في القرى. احنا بنتكلم تقريبا يا دكتور ولاء عن زي ما الرئيس السيسي قال نصف تقريبا السكان في مصر موجودين في هذه القرى، مستهدفين عدد كبير جدا من المواطنين المصريين اللي حقيقي فعلا محتاجين لكل هذه الأعمال الموجودة في قرى الريف. طيب عايز أسأل حضرتك سؤال مهم، كيف بينعكس هذه أو بتنعكس هذه الأمور وهذه المشروعات اللي بتتم في قرى الريف على المواطن المصري هناك اللي هو أصلا الهدف الرئيسي من كل هذا، وحتى كان الهدف الرئيسي وفكرة تنميته تعليميا وثقافيا وصحيا، إزاي بينعكس أيضا على المواطن على الطفل الموجود في هذه القرى أيضا؟ حسب توجيه وتكليف السيد الرئيس الانعكاسات اللي هتكون على أهالينا في الريف المصري اللي هم يعني تقريبا 58% من سكان مصر زي ما أشرت هتكون على 3 مستويات. المستوى الأول طبعا توفير الخدمات اللي كان محروم منها الريف. الريف معدلات التغطية بالصرف الصحي كانت يعني منخفضة للغاية، بنتكلم في حدود 30%، هنوصل بيها ل 100%. خدمات مياه الشرب كانت محتاجه تحسين سيتم تحسينها، خدمات الغاز الطبيعي ما كانتش بتوصل للريف المصري، كل القرى اللي هنشتغل فيها هيبقى فيها غاز طبيعي، شبكات الاتصالات عشان التحول الرقمي والاستفاده من التطور التكنولوجي اللي بيحصل، وكمان الخدمات الاجتماعيه، الخدمات اللي بتساهم في بناء الانسان المصري زي خدمات التعليم وخدمات الصحه وخدمات الشباب، كلها سيتم توفيرها وتقديمها بجوده عاليه في توجيه من السيد الرئيس ويعني تكليفات من دوله رئيس الوزراء بإنشاء نوع من المباني متعددة الاستخدام، بمعنى أنه يبقى في مجمع مصالح في كل وحدة محلية قروية بيضم كل الخدمات اللي بيحتاجها أهالينا في هذه القرى، مكتب التموين ومكتب البريد والسجل المدني والوحدة البيطرية والوحدة المحلية، وكل الخدمات تبقى مجمعة في مكان واحد يسهل الوصول إليها، يسهل يعني تحويلها رقميا و تقديم الخدمات من خلال الوسائط التكنولوجية المختلفة وربطها عن طريق التحول الرقمي يعني العواصم أو المديريات والمحافظات والمستوى المركزي، فده جانب من الجوانب اللي هيشعر بها أهالينا في الريف على مستوى الخدمات. الجانب الثاني جانب اقتصادي، أن هذه المشروعات ستخلق ملايين فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، تحمل فرص جيدة جدا للمستثمرين الصغار في مجال المقاولات أو المقاولين المحليين، تحمل فرص جيدة جدا للصناعة، قطاع الصناعة هيخلق فرص عمل كتيرة الفترة الجاية لأنه توجيه السيد الرئيس وتكليفات رئيس الوزراء كل مستلزمات هذه المشروعات يتم الاعتماد فيها على الصناعة الوطنية وعلى المكون المحلي، تاني هيبقى عندنا سلاسل توريد كبيرة جدا هتحتاج من المصانع أنها تزود طاقتها الإنتاجية وتطلب فرص عمل أكتر. المستوى الثالث كمان مستوى الفئات الأولى بالرعاية وهي يعني من يطلق عليهم أفقر الفقراء،
دول ليهم تدخلات خاصه على مستوى السكن، توفير السكن الكريم لاهالينا في هذه القرى، وتوفير الرعايه الصحيه والرعايه الطبيه والرعايه الاجتماعيه. فعلى الثلاث مستويات دي هيحصل تغير نوعي ملموس ومستدام في حياه مواطني الريف، ونكون بإزاء يعني كما يدعو الرئيس بشكل مستمر ريف مصري جديد. طيب دكتور ولاء، حضرتك اتكلمت عن قطاعات كتير جدا، هذه القطاعات بتتطلب تعاون من مؤسسات الدولة المختلفة ومن كل الوزارات المعنية. الحلقة التنسيقية بين كل هذه المؤسسات كيف تتم؟ البرنامج بينفذ تحت الرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية، وبرئاسة مباشرة وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء بيعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة التقدم في الأعمال، هناك لجنة رئيسية برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وبتضم كل الوزارات المعنية، بتجتمع أكثر من مرة في الأسبوع وبينها يعني تواصل يومي. البرنامج برنامج دولة، وبالتالي كل أجهزة الدولة المصرية بتشتغل عليه وبتشتغل فيه في إطار متناغم ومتكامل ومنسق. عمليات التنفيذ بتتم من خلال يعني مؤسستين وطنيتين يعني أصحاب خبرة طويلة في عملية التنفيذ، و بيقوموا بدور يعني مدير المشروع داخل المراكز المختارة، وهما أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ضمانات التنسيق والتكامل موجودة، إشراف دولة رئيس الوزراء ومتابعته المستمرة، المتابعة اليومية للسيد الرئيس والتوجيهات المباشرة للسيد الرئيس، كلها بتضمن التنسيق والتكامل والتناغم بين الأجهزة اللي بتشتغل في المنطقة. طيب أخيرا يا دكتور ولاء، إحنا كمان بنتكلم عن توابع لهذه القرى، ما الفارق بين هذه الأماكن؟ يعني لو حضرتك تصنف لنا المناطق الجغرافية بدرجاتها المختلفة. إحنا بنشتغل على مستوى مراكز إدارية، إحنا عندنا في مصر يعني 189 مركز إداري، بنستهدف منهم 174 مركز، لأن المراكز المتبقية في المحافظات الحدودية لها برنامج خاص بتتبناه الدولة. فبنشتغل على ال 174 مركز في مصر، 174 مركز دول بيضموا اكثر من 4500 قريه. احنا بنشتغل ناخد المركز بالكامل، المركز بيضم وحدات محليه قرويه، كل وحده محليه قرويه بتضم مجموعه من القرى الرئيسيه ومجموعه من الكفور والنجوع والعزب التوابع، بيوصل لعددها ل 36000. التوجيه ان احنا نشتغل نوفر كل الخدمات المطلوبه في هذه المراكز والوحدات المحليه القرويه. اهالينا في العزب والكفور والنجوع اللي بيشكلوا تقريبا 15% من اجمالي سكان الريف، سيتم توفير الخدمات الاجتماعيه ليهم، سيتم توفير خدمات البنيه الاساسيه بطريقه ذكيه، بحيث انها يعني فيها ترشيد للتكلفه وفي نفس الوقت فيها توفير للخدمه. يعني مثلا مشروعات الصرف الصحي، هيبقى في مشروع صرف صحي مركزي على مستوى الوحده المحليه القرويه بمحطات معالجه ورفع، وهيبقى في مشروعات تجميع للعزب والكفور، شبكات صغيره، ويتم نقل هذه في ابار تجميع كبيره بعيده عن المنازل، ويتم نقلها الى اقرب محطه معالجه. فكمان الحلول التكنولوجيه اللي بتتعمل بتضمن ان احنا نخدم كل المستويات الاداريه، مستوى الوحده المحليه الرئيسيه، مستوى القرى الرئيسيه، ومستوى العزب والكفور والنجوع والتوابع. يعني الـ 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 البنيه، حضرتك تقصد انه البنيه المتعلقه بالاتصالات موجوده حتى في التوابع وحتى في الاماكن التابعه للقرى والنجوع والاماكن اللي بنقول عليها نائيه يعني. طبعا يا فندم. نعم. التوجيه الرئاسي واضح جدا في هذه النقطه، وتعليمات دوله رئيس الوزراء واضحه جدا في هذه الجزئيه. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحده المركزيه لمبادره حياه كريمه بوزاره التنميه المحليه.